قبل ما ابدي المقطع يا حبايب جود اوف راب صاحبي نزل اغنيه جديده راح احطكم رابطها بالوصف، فجروها يا حبايب واثق بيكم لا تخجلوني روحوا فجروها. الخبر اول اللي عادنا عن عباس شيباني واعتزاله للسوشيال ميديا، فنزل هذا الستوري يا حبايب بشكل صادم بيقول بيها لو بنات وحبايب انه هو راح يسد حسابه بالانستغرام لفتره لانه حيرجع للعراق، بنفس الوقت انصدم من اشخاص اللي حواليه انهم ما يحبوه وطلعوا غدارين. فمن توقع انه يصب بالضبط هل يا ترى اصدقاء المشاهير مثل قمر الطائي وغيرها من المشاهير؟ ما ادري صراحه. بعدين نزل هذا الستوري اللي من خلاله انه راح ننزل باكر مقطع الساعة 12 ويوضح لنا بكل القصة. اكون توقع هو عبارة عن مقلب واكثر، فاكتبوا بالكومنتات شنو توقعاتكم. روح حاليا برهوم المعراوي وانس شايب والمشكلة اللي صارت ما بينهم. بالمختصر القصة يا حبايب انه قبل كم يوم انس شايب نزل هذا الستوري كان يهاجم به كل مشاهير السوشيال ميديا انه اي واحد راح يطلع يحكي عليه هو راح يرفع عليه قضية. في يوم واحد بس برهوم المعراوي طلع وجلد انس شايب بمقطع يا حبايب قال عليه بيضة ومن هالكلام، ولكن بعد برهوم يا حبايب حذف هذه اللقطة ونزل شوية ستوريات يقول بها انه هذا الشخص انه هو انس شايب طلب من عدن انه يحذف اللقطة في هذا وحذفها وصار يهاجمه ويحكي عليه كلام هو يشوفه. اكيد شفتوا فيديو مبارح اللي نزلته عن اغنية مالك يا صاحبي انسي. المهم انا رجعت عدلت عليه بشي من ضمن اليوتيوب، قصيت منه مقطع لشخص اوكي وغيرت الصورة المصغرة. السبب انه حكاني هذا الشخص وقال لي انه احذف المقطع مع انه انا مو سبب ولا حاكي ولا ابدا، بس المهم هيك عرفتوا كيف لانه هو موجود بالمقطع. ما علينا، اللي حابب احكيه بالستوريات الجاية ياريت تفهموا منيح اللي بدي اقوله. انا لما بطلع بحكي عن اي شخص إن كان اوكي بالاخص من اصحابي الموجودين بدبي اوكي بطلع بحكي عليهم لانه انا ضامن هن ما راح يزعلوا، وانا لما بحكي عليهم انا ما بجرح ولا بسب ولا بتنمر اصلا. مع ذلك بيجيك شخص مريض ما بعرف شو وضعه بيحكي لك انا ما عاد بدي حدا يحكي علي، انا ابصر شو واللي بيحكي علي راح اتحشر ميتي بتمه. ما له داعي هذا الحكي تمام، بس من هون ورايح اي شخص مين ما كان يكون راح يجي ويقول لي برهوم اعمل عني فيديو او اطلع احكي معك كارت اخضر راح تنتشر محادثته على الستوري، راح ورجيكم انه هذا البني ادم عندي اثباتات له. طبعا بعد انس شايب يا حبايب طلع ونزل شويه ستوريات تحكي بها على برهوم. بهذه الستوريات تقول بها انه تواصل ويا برهوم بالخاص ولكنه هو طلع يحكي عليه بالستوري وصار يهاجم برهوم وهواي كلام عليه. عليكم راح احطكم هذا الكلام شوف. صباح الخير، طبعا للاسف قاعد بصور لكم من داخل الحمام مش قادر اصبر اطلع واحكي برا. انا قبل يومين طلعت حكيت لاي شخص بشكل عام لاي شخص بيحكي علي بالسوشيال ميديا راح اشتكي عليه شكوى قانونيه. ففي امبارح صديق لي بيطلع بيحكي علي باليوتيوب ما حبيت اشتكي عليه، رحت عليه باحترام حكيت له المقطع اللي بتحكي عني فيه قصه وشيل صوره الثمنيل غيرها لا تخليني فيها. المهم واذا ما زبطت امحي الفيديو، اذا ما زبطت انك تشيل المقطع اللي كأني فيه. فبطل يرد علي بعد 5 ساعات، حكيت له اذا ما بترد راح تزعل لانه فعليا انا مش جاي بترجاك انك تمحي الفيديو، انا بامكاني اشتكي عليك وخليك تحذف كل الفيديوهات تمام، بس انا عشان بحترمك اجيت وبعثت لك. وغير هيك طالع الستوري بيحكي في واحد زودها وبدوش نحكي عنه وبدوش حد يحكي عنه. اوكي انا مش ملاقي حالي بكيس زباله تطلع تحكي عني بيض، كلامك يعني ابدا مش حلو، لو اطلع واحكي لك هذا الكلام واحكي عليك هيك بتزعل انت والله. القصة مش هون، القصة انه انا حكيت معه على الخاص والامور كلها تمام وطلع على الستوري قاعد بيحكي علي وبيحكي انه ازودها وشنها كأنه طب يعني اجر طاولة يا زلمة. انا قاعد بحكي معك والامور كلها تمام وخلصنا الموضوع، بتطلع بتحكي بالستوري ليش انك شيلت صورة وانك عدلت على الفيديو يعني عشان تورجي العالم وقديش انس الشايب حقير، قديش انس الشايب بقطع بريتي، قديش انس الشايب بدل. لا 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 انا حكيت قبل ما تصور الفيديو وقبل ما تغلب لي حالك حكيت قبله بيوم ما حد يحكي عني لانه اي حد راح يحكي عني راح ازعله. انا بني ادم ما بدي حد يحكي عني خلص حر، انا ما بدي حد يحكي علي، انا ما بدي حد يتفلسف علي، انا ما بدي حد يغلط علي، ما بدي حد يغلط على اهلي، حر انا بني ادم حر ما حدا له عندي. ايه يا بحكي عنك يا بزعل منك شو إيه؟ طيب حبايبي اخر رساله بدي اوجهها للاصدقاء اللي بيطلعوا بينتقدوا وانا وياهم متابعين بعض واصحاب وبنعز بعض، رجاء فضلا وليس امرا لا تطلعوا تحكوا عني لانه راح نتزعل مع بعض. لا تخلوا المرحله توصل زي ما صارت بيني وبين الشخص اللي كنت احكي معه قبل هذا الستوري، يعني انا طلعت وحكيت وطلع وحكى واجبرني اني احكي معه وهو طلع وحكى يعني فخلص صارت ايش مزعله.
فرجاءً ما حدا يطلع ويحكي عني لأني راح نتزعل أنا وياه وبس. وأنا بحبكم والتوفيق للكل و I love you so much وانتظروا الفيديوهات الجديدة حبايبي. بصوا يا حبايب اكتبوا بالكومنتات انتوا يا من ويا انس شايب او ويا برهوم المعراوي وبس. والله هنا وصلت المقطع، فزروا مقطع بلايكات وبس عشانكم فايزين مقاطع مثل القصص. احبكم، مع السلامه.